في عيوننا قبل المحل، واللي ما يسعها المحل نقلطف في عيوننا. والله ثم والله ثم والله ان الليله ان بالليالي العيد، فالسنة عيدين والليله الثالث. الله يطول عمرك. عد الديار وعد غرد طير، وعداد ما تبدا نجوم بسماها، وعداد من قاموا صفوف وطوابير في مسجد المبعوث للخلق. طه يا مرحبا اللي لفونا مسايير، في حلالنا اللي يبتهج من نصاها، يقول هاللي ما يحسب المخاسير ابو سعيد يقولها ويحماها، وبالمها شايش وكنه يا بيطير يرحب برحب ما يلحق مداها، وبالمها شايش وكنه يا بيطير ويرحب برحب ما يلحق مداها. وانا ملومه ناصير مشاهير وسرجال اللي حسين نباها، والله يحيي من لفونا مساير في حلالنا اللي يبتهج من نصاها. سلام. ولدنا غازي ابن ربيع الديابي، كم نحن مسرورين بزواج هذا النجم، ونتمنى من زمان ان هذا النجم قد تزوج، ولكن اخرها وربما تكون الخيره فالتاخير. طيب راسك يا ابو عيسى. الله يحييك. وهذا الرجل له خاصيه عندي انا واولادي، يعني من زمان كنت يكون اكثر الناس ما يعرفون. غالي غازي غالي وابن خالي وكلهم خوالي، ونعتز في الجميع، وعندنا رمز عطا مقدمين هذا مطلق عامة والفوزان خاصة، وهو عبارة عن 10 من الحشو من القعدان. غازي وابو غازي وخوالي يستاهلون أكثر وحقهم أكثر، واللي يقدم فيه واجب وفيه هدية وفيه رد جميل. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع، وأن يوفق غازي، وأن يوفق جميع المقبلين على الزواج كما يحب ويرضى، ونسعد بكم في هذه الليلة. وسعيد والله إن عنده علوم ثانية بعد بيقولها، تسمعون منه علم ثاني، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ما يجعل الأحرار مثل المماليك إلا معاريف رجال بعضها. أصعب دين على الرجال ما هو بدين الفلوس، أصعب دين على الرجال رد الجمايل. أنا هالليلة والله إني قدمت شيء وأنا في الخاطر إن فيها أكثر. غازي معاريفة علي مثل جبل طويق رد الجمايل. أنا هالليلة والله إني قدمت شيء وأنا في الخاطر إن فيها أكثر. غازي معاريفة علي مثل جبل طويق، لمت وانا شاري لي ارض بالقصيم وناقصني 70,000 ريال، وقلت يا ابو ربيع ناقصني 70,000 وابغاها لمدة 3 شهور وتجيك. قال ابشر تجيك في حسابك الحين على طول، وتجيني في حسابي وبعد 3 شهور وادق على. قلت يا غازي وحلتها جت، الفلوس جت. قال علي الحرام، حرام البنت على ابوها، انها هديتك وهذا شيء بسيط من مواقفك معي. والثانية جاني في زواجي وانا اعرف ان عنده فلوس وعنده خير، لكنه مشغلها في تبوك ولا في حسابه ذاك اليوم وذاك الاسبوع الا 5,000 ريال، وجايب لي في زواجي مده 20,000 ريال. بيض الله وجهه. حالات إنسانية، وأعرف أن الدين عليهم بعضهم والله ما يقارب 25,000 و30,000. قلت يا أبو ربيع أعرف حالتهم وأعرف أمورهم. قال يا سعيد بس كم؟ قلت هذا واحد منهم 25,000. قال تجيك في حسابك ولا تنشدني عنها ولا تعلمني فيها. استاهل والله أبو ربيع. والرابعة يوم جاء الماقف الغصاب والشهرة انثنى من دوني، قال علي الحرام ثم علي الحرام انك تشتهر وعلي الحرام تجيك النجم. والشيء الخافي واللي ما تعرفونه ان هالرجال نجتمع جروبنا كامل في الرياض ولا في جده ولا في الطائف، ويجيه الحاله اعلام ويقول للشركه لا، اما يعلنون معي الرجل ولا علي الحرام اني معلم معه، ولا معي الحرام اني معلم رجع فلوسهم عليه. والله لا مره ولا مرتين ولا ثلاث، فانا والله ما ادري ايش تجيب هالرجال.
معرفة معرفة مثل الجبال على ظهري قسم بالله مثل ما قال أبوي. وافي وافي يا أبوي. جعلنا مع عدمكم تستاهلون أكثر. مثل ما قال أبوي 10 حشي والزواج وحفل بربيع ما هو حفل للذيبة الحالة حفل للعتيبة كافة وهذا عشاء وعشاء ضيوفة والله إنها قليلة في حقه. والثانية والثانية هذه 100,000 ريال ريال ينطح ريال والله إنها قليلة في حقه. والذي رفع 7 وبسط 7 إني جابت مادنا المبلغ وأنا في قلبي الكثير إني ودي مد أقوى لكن تستاهل أكثر يا أبو ربيع. وهذا شيء بسيط هذا علم وسلامتكم. صل على النبي أبو المهام. اللهم صل على. أنا المفروض ما أتكلم بحضرة أبوي وحضرة إخواني وعيال عمي والرجل اللي جاي من بعيد وقريب عشان محفل هذا، لكن خنجر تخدم الأسيوف. بيض الله وجهك وجمل الله حالك وأنت يا سعيد بالذات ترى غير عندي عن كل الأصحاب وكل الأصدقاء لأنك رجال وقفت معي يوم أن الدعوة فيها شدة ولا أصحاب الرخاء كثير. جمل الله حالك وبيض الله وجهك وأنت تربية رجال طيب ورجال كفو وأنتم يا ذوي مطلق بالأخص وبني عمنا كافة والله أنكم نعم رجال أهل كرم وأهل دين وأهل صلاح وأهل فلاح. الله يبيض وجيكم على ما سويته وأنا داخل أنا مخلد فكل باب ما ينصك أنا داخل على الله تم عليك أول ما. أما العشاء اللي جبت للضيوف اللي هم مو ضيوف غازي الحالة في زواجه ضيوف عتيبة كلهم فبيض الله وجهك يا ابن عمي وهذا ما أكفك ولا يردك فيه. أما الدراهم 100,000 والله يا ابو المهاجر علي الحرام ما ترجع اسمع طلاق اسمع نور دبتها طلاق انا ما ترجع بس انت علي الحرام ما ترجع انا حرمت بس انت والله ما ترجع والله انها قليله في حقي ولا ترجع سنه تستاهل على وجهك يا قلبي عادي ما سويت شيء تستاهلوا 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 شغال يا ابو عقاب شغال شكرا شكرا جزيلا للجميع ما قصرتوا. والمواقف هذه بسيطة المواقف الأكبر والأصغر أنتم أهلها من الحين من هالحين ومن قديم من الزمان واللي قدمتوه إن شاء الله يعوضكم الله فيه بخير وحنا لكم هالحين وكل حين. والمال واحد مالنا مالكم ومالكم مالنا والشيء طيبة غازي من طيب ولا من علم طيب ولا أنتم ولا الثانيين ترى ما هو لنا وحدنا ترى الاسم كله والاسم الوطن والاسم القبيله والكل شيء يعني ما هو المدح هذا لنا فقط حنا ترى يشمل الوطن ويشمل القبيله بكاملها. وشكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والشاعه المباركه لقيتكم انتم اخوان وانتم الحمد الوحده حنا وياكم لا شك. وغازي بذل مجهود الله لا يضايقه ويبيض وجهه اللي شواه في اخوانه وفي ربعه وشوف اللي يمد الخير يلقاه. ما عليك زود يا ابو فيصل حنا نتعلم الله يكثر خير انت من واجهات القبيله اي والله يكثر خيرك ما عليكم زود ويجود عليك ويبيض وجهك ويثبتك على ما يرضي وجه الله. امين. امورك كلها امورك بيضة يا الله ابو ربيع امورك كلها بيضة زود الله يثبتك انسان يكافيك شر ما في الشر يا ابو فيصل انسان قصدك على الفزعه معك والمعروف انك مشوي في اخوانك والله انا على الراس والله انا متشرفين من طيب راسك صح والله انا متشرفين طيب بيض الله وجهك والله يثبتك على العلم الغانم.
يا ابو فيصل صل على النبي. حنا لكم للجميع هالحين وبعدين. يا ابو فيصل يا ابو فيصل ابو فيصل صل على النبي. انسانك ترى فزعتي مع اخواني وعيال عمي واصحابي علم غانم، فترى انا متعلمينه منك. ردفاتك مع اخوانك وبني عمك بيض الله وجهك انت وعيالك الطيبين. والله يبيض وجهك ويثبتك ويكثر خيرك. انا وهذه من معارف الرياجيل اللي ما يبها غير عند الله. انا يا ابو فيصل ما حاصمين وحاصمين. فيصل انا اتحدى رجال من الحضور او من اللي يسمعون من الشاشات يعرف واحد من ذوي مطلق ما يلقاه كريم ورايدي. اتحدى. الله يستاهل. الله يستاهل. الله يستاهل. والله اني اعافيك ويوفقك ويرزقك رزق الحلال. اللهم امين. ويثبتك على ما يرضي وجه الله. امين. والله انك رافع رؤوسنا وعلى جناب وفعلك في اخوانك وعانك بالشرك انه في نور منه. وبعض الناس والله لا اعرف اخو ولا اعرف ولد عم ولا اعرف مبدا ولا اعرف ايش من الدنيا كله بيحطه ورا لا ديوان الدين ولا ديوان الدين. تعقرب ساحه الشعر واطلقت الجدن مترفعا في صدر مجلسها وبين الله على الشعب والمباهير.